السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة على مستوى قناتنا. اليوم سنتعلم إن شاء الله كيفية إخفاء ملف على مستوى سطح المكتبة الخاصة بكم. طريقة بسيطة جدا، نقوم أولا بإنشاء ملف، نضغط بزر الأيمن للفأرة ثم نوفو ثم نختار دوسي. وكما ترون قمنا بإنشاء ملف اسمه نوفو دوسي. الآن لإخفائه نقوم بالضغط على بالزر الأيمن على هذا الملف، ثم نختار بروبريتي أي خاص أو خصائص، ثم نختار بعد ذلك بيرسوناليزي ثم شونجي ليكون. وهنا على مستوى يعني الأيقونة تختارون هذه الأيقونة كما ترون فراغ، ثم تضغطون على أوكي ثم أوكي. وكما ترون تختفي أيقونة الملف ويبقى لنا الاسم. والآن سنذهب إلى كيفية إخفاء الاسم. تذهبون إلى مني ديماري ثم تبحثون عن طابل دي كاركتر أو ماب كاركتر بالإنجليزية. اختار طابل دي كاركتر، هنا تجدون جميع يعني لكاركتر بكود هاسكي. نقوم بالبحث حتى نجد الفراغ. كما ترون نختار واحد من هؤلاء، نقوم بالضغط على سيليكسيوني ثم كوبي ونقوم بالغلق. نقوم بإعادة تسمية الملف ونقوم بالضغط على كولي ثم انطر. كما ترون اختفى الملف تماما وهو موجود هنا. مثلا من لا يعرف أنه موجود هنا أستطيع أن أدخل له دون أن يرى أي أحد. طريقة بسيطة جدا يعني لمن يستطيع أن يستفيد منها. فقط ملاحظة لمن لم يتمكن من يعني إنجاح هذه الطريقة، فليكتب تعليقا أو يتصل بي على مستوى صفحة الفيسبوك وسأجيبه إن شاء الله، ولا داعي للتعليقات السلبية. شكرا جزيلا لكم، ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.